شفت اصحاب حماده كلهم معاشات. اهو حماده ده عامل زي مجله ميكي من 7 لـ77. وطي صوتك يا علاء احسن ماما نونا تسمعك تاخد على خطرها. عم وطي صوتك ايه؟ المساله محتاجه كلام. ما هي الصوره اهي واضحه زي الشمس، خير تعبير عن المسخره اللي احنا عايشين فيها. انا اسف جدا على التاخير، اسف يا جماعه. لسه في وقت عشان نطفي الشمس. قدم لكم ايه ناس؟ مراتي. مراتك؟ اه لسه متجوزين نوفي، ما بقالناش 10 دقايق. تعالي يا ناس. دي بقى ماما نونا. ازيك يا طعم؟ الحمد لله. مبروك. ده بقى ماما نونا هيثم. سلم على ماما نونا. اهلا وسهلا يا حبيبي. انتوا لحقتوا خلفتوا كمان؟ لا ماما انا صحيح جامد بس مش قوي كده. ده بقى هيثم ابن ايناس من جوزها الاولاني الله يرحمه. جايه جاهزه بقى. ابن اللذينه ليه امتى ده؟ مش بقول لك ده احسن واحد يربط صواميل. فعلا تحت الساهد اواهي. ده حماده ده طلع حكايه. بس معقوله كل ده في يوم واحد؟ حماده يا جامد، وقعت عليها فين الموزه دي؟ لما يا بنتي رد ده كلام كبار مالكيش فيه انت. حب يعني وقصه حاجات كده. ايوه حاجات كده. والله ما كنت اعرف يا باشا، انا جايه لانه عيد ميلاد وجايبه لك الحمالات. لو اعرف انها دخله كنت جبت لك فيتامينات. انما المره الجايه بقى ملحوقه. عارف انت حسام ابنك لو عارف هيفرح لك قوي. انت ناوي تقولي له؟ يا سلام، هو انت متجوزها في السر يعني؟ ما هي مصر كلها عارفه. وبعدين انت ناسي هو شغال فين؟ يعني زمانه عارف دلوقتي. ما انا هقول لك ابني طز فحساب. اعمل لك طبق يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. طب وانا هعمل لك ليه؟ قومي انت، ده بقى بيتك، قومي اعملي الطبق اللي يعجبك. تعالى هنا. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بقى بعد ما شاب راح يكتب الكتاب. شاب ده انت اللي عجزت يا سواد بيه. معلش يا اخوانا اعمل حسابكم، الفتره الجايه دي انا هقطع علاقتي بيكم. معلش يا معالي الوزير. ليه بقى يا حماده بيه؟ مش جيلي، مش من سني. اكبر نفسي ليه؟ ده انت مصيبه من مصايب الزمن يا حماده. ما شاء الله، الوان اللي كنت عايز اجيب له بزازه. ده احنا اللي لسه في اللفه يابا. اتمتع يا حماده، العب يا حماده. العيشه ازاي؟ مبروك يا سي حماده. فين ابراهيم امال؟ كان جاي، والنبي كان جاي معايا بس هو سخن فسبته شويه وقلت له اتكلفت ونام. قولي له ابوك مخاصمك. ليه بس يا سي حماده؟ سلوكه في الجامعه مش عاجبني. خدت بالك من حماده؟ طربوي جدا. ألف 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 مبروك يا حمادة يا ابن عمي. ومن شر حاسد إذا حسد. بصراحة المرة دي تتحسد فعلا، ده أنت عقد تاني يا راجل. يا ابني طول عمري معقدك في عيشتك، مش كده كمان؟ مبروك مبروك يا حمادة. الله يبارك فيك يا كيمو. إنما أنت يا حمادة مش هتعرفنا بالمدام؟ أنا معلش سوري بس تعري منكم. تصدق معاها؟ مبروك يا مدام إيناس. بقى كده تعملوها من ورانا؟ كل حاجة جت فجأة يا سليم من بيه. حمادة ايوه امشي قدامي. اسيب الناس واجي معاكي فين؟ عايزة ايه؟ يلا عشان نطفي الشمع. يلا يا ايناس، يلا يا هيثم. اتفضل يا معالي الوزير. اتفضل يا كمال بيه. يلا عشان تطفي الشمع يا حمادة. كلنا في ده حمادة. نموت ونموت ويحيى حمادة. يلا يا بهوات، يلا اتفضلوا يا اصدقاء حمادة عشان نطفي الشمع يا حمادة. عامله تعملها برضو.
انت مش نازل الصبح على شغلك وقلت لي انا هرجع على طول؟ ابص الاقيك راجع وفي ايدك واحده غريبه تقول لي دي متجوزه؟ ايه جبتها منين دي ورايح تتجوز من غير ما تقول لي؟ ايه ماما، ما انا قلت لك على طول، وانا خبيت عليكي، انا لسه متجوز حالا، انا طلعت من عند المأذون عليكي على طول. بقى انا من صباحيه ربنا دايره لملك عيالك حواليك علشان يبقوا جنبك، تقوم انت تطفشهم بعملتك دي؟ خلاص بقى يا نونا، خليكي حلوه بقى، هتنكدي عليا ليله دخلتي. هو انا متجوزها ليه؟ هو انا عايز اتجوز؟ انا متجوزها عشان تخدمك وتسليكي. تحكي بقى خلاص. احنا ناقصين مصاريف عشان تروح تتجوز؟ دي صاحبة محل يا ماما، دي على قلبها فلوس قد كده، ما تخافيش على ابنك، ابنك واقف، ده انا حماده الجامد قوي. انا اسفه يا طنط، اظهري اني ازعجتكم. يلا حمد عشان توصلني. يوصلك فين؟ لو النبي ما انت ماشيه، في واحده برضو تمشي يوم دخلتها، الناس تقول ايه؟ عروسه نازله نص الليل؟ معلش اسلي، ما عملتش حسابي وهدومي كلها في البيت، انا مش زاهية يا اختي. ان كان على قمصان النوم ما فيش اكتر منهم، والنبي ده انا عندي حاجات لسه بشوكها ما اتفتحتش. ما تقول لها يا حماده. ماما عندها حق بصراحه، ناس بعدين الدنيا برد بره جدا دلوقتي، هيثم لو خرج ياخد برد. تعالي حبيبتي نقي قميص النوم اللي يعجبك. تعالي. ماما راح فين؟ ايه ماما راح اتغير، راح اتغير هدومها. وتغير ليه؟ ما تنام كده. لا تنام كده ازاي يا هيثم؟ ما ينفعش تنام كده، الليله دي بالذات لازم نغير، انت كمان لازم تغير. رايح انام مع ماما. اتحلينا بس تنام مع ماما. ده ايه هيثم، تيجي نلعب لعبه، انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك، ايه رايك؟ ليه؟ اهو نغير. لا كل واحد ينام مع مامته. وبعدين بقى مش احنا اصحاب ونسمع كلام بعض؟ انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. طب مش هم بنات؟ سيبهم يناموا مع بعض وانا وانت ننام مع بعض. لا يا حبيبي كده اللعبه تبوظ، ما ينفعش، انت تنام جنب مامتي وانا انام جنب مامتك. هيثم انت شفت اوضتي؟ تعالى افرجك، اوضتي فيها حاجات هتعجبك قوي. تعالى. فيها ايه يا حماده؟ فيها حاجات وحاجات. يجعل دخلتك علينا دخلت خير وسعد ان شاء الله. طبعا يا ايناس انا مش عايزه اقول لك بقى، احنا لسه ما خدناش على بعض ولا خدنا ودينا في الكلام مع بعض. في حاجة واحدة بس عايزة أقولها لك تحطيها حلقة في ودنك، جوزك ده تشيليه جوه عينيكي الاتنين، ومهما زعل ولا زهق ولا تنرفز برضو يا حبيبتي تستحمليه، هو حقيقي حمقي شوية إنما والنبي قلبه من جوه زي اللبن الحليب. أنا عارفة يا طنط إن أنا عملتلكوا إزعاج، يعني دخلت عليكم كده من غير إحم ولا دستور. يا اختي ما تقوليش ازعاج ولا حاجه، مادام ابني حبك واختارك واتجوزك خلاص انت دلوقتي بقيتي بنتي. ما تتصوريش انت وهيثم مليتوا عليا البيت قد ايه. شوفي بقى، انا عايزاك الوقت تنامي وتستريحي، والصبح باذن الله نقعد بقى مع بعض من اول النهار نحكي على راحتنا. ميرسي قوي يا طنط. ما بلاش يا اختي قول الطنط دي، ما تقولي لي يا ماما نونا. متشكرة يا ماما نونا. خلاص، وهيثم ده ما تشيليش همه، ده هيبات في حضني انا. ربنا يخليكي ليا يا ماما نونا.